البيض والقهوة هيزيل كل التسبغات والبقع والكلف، وهيشد البشرة من التجاعيد وكمان الخطوط التعبيرية، هينظف البشرة بعمق، كمان هيقلل المسامات الواسعة، هيشيل كل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضة، هينظف البشرة بعمق. أحلى حاجة كمان إنه بيفتح البشرة 180 درجة، لأن القهوة غنية بالكافيين والبيض كمان مليان فوائد حلوة قوي لإزالة التسبغات والبقع. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وصلوا على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد حسنات، وما تنسوش تقولي لي بتتابعيني من أي بلد. ويلا بينا نشوف الوصفة. أول حاجة معايا هنا بيضة، هاخد الصفار، هفصل كده البياض عن الصفار، تمام. انا مش محتاجة غير الصفار، تمام. انا خدت هنا الصفار فصلتهم عن بعض، هشتغل بالصفار. الصفار من الحاجات القوية جدا في إزالة التسبغات والبقع والكلف والنمش، وكمان توحيد لون البشرة، كمان بيدي نضارة ونعومة للبشرة حلوة جدا، كمان بيزيل كل الجلد الميت وبيفتح البشرة جدا، تمام. هبدأ بس ان انا ايه افكها كده، الناس اللي خايفة من ريحة زفارة البيض او مش بتحب ريحة البيض، القهوة بيضيع اي ريحة زفارة وكمان بتضيع ريحة البيض تماما، الوصفة كلها بتبقى ريحتها قهوة، تمام كده. فانا هاخد كده معلقة ممسوحة من القهوة، الوصفة دي قوية جدا جدا في الناس اللي عايزة تشيل كل التسبغات واثار الحبوب واثر الشمس وكمان اثر اي مشاكل في البشرة، من الحاجات الحلوة قوي القوية في التفتيح والنضارة وتوحيد لونها اللي بتوحد لون البشرة. هدوبهم كده كويس، بصوا بقت عاملة ازاي وريحة الوصفة قهوة بس، تمام كده. هضيف كمان معايا معلقة صغيرة جدا من العسل، العسل طبعا مليان بالفوائد اللي هتفيد البشرة، كمان مفيد جدا جدا، ممكن تضيفي مكان العسل معلقة من جل الصبار او كبسولة من الفيتامين ايه اللي بيريحك، المتاح عندك ضيفيه عادي جدا يعني، بس العسل طبعا في الوصفة دي بتبقى افضل بكتير وخطيرة. قلبتهم اهو كويس، اضيف كده معلقة صغنونة جدا من مية الورد، حاجة بسيطة مش هنكتر، انا مش عايزة اكتر، انا عايزة بس حاجة كده بسيطة. مية الورد من الحاجات برضو اللي بتقلل المسامات الواسعة وبتنظف مسامات الواسعة، كمان بتخلي البشرة فيها نضارة ونعومة، وكمان بتورد البشرة جدا، تمام كده. هضيف كمان معايا معلقة من دقيق الرز، تمام. ده رز عادي يا بنات، وانت بتطحنيه في البيت وبتنخليه او بتفلتريه كده علشان خاطر تاخدي الناعم اللي فيه، ده كده بيبقى دقيق الرز الطبيعي لو انت حابة تعمليه في البيت. ما عندكيش وقت دي تعمليه في البيت اشتريه جاهز، انا عامة بحب اجيبه من العطار جاهز لانه بيبقى ناعم جدا، يعني هما بيبقوا طحنينه بشكل كويس جدا. هاخد كده معلقة منه وهقلبه. دقيق الرز من الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا جدا جدا، بتوحد اللون، بتنظف البشرة جدا. عايز اقولك كمان من الحاجات الحلوة قوي دقيق الرز، لانه مليان بالنشا الطبيعي اللي بيوحد لون البشرة، وكمان بيخلي البشرة فيها نضارة ونعومة، كمان بيشيل كل الجلد الميت وبينظف المسامات الواسعة والرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء. وبكده انا خلصت اول ماسك، وده حلو قوي 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 قوي، وهنشوف طريقة استخدامه دلوقتي، بس هنركن ده كده على جنب، وهجيب معايا بولة تانية وهبدأ احط فيها معلقة من دقيق الرز. ممكن تستبدلي هنا دقيق الرز بمعلقة من السكر براحتك خالص، انا هنا حطيت معلقة من دقيق الرز. وهضيف كمان معلقة ممسوحة من الملح، الملح من الحاجات اللي بتنظف البشرة بعمق، الناس اللي بشرتها ملتهبة بشرتها فيها حساسية ضيفي بدل الملح زي ما قلنا معلقة من السكر، تمام كده. بس الملح من الحاجات اللي بتنظف البشرة جدا، خصوصا الناس اللي عندها اثار حبوب او عندها
حبوب زي حب الشباب، بجد حلو قوي، بيعقم ويطهر البشرة بطريقة حلوة جدا. انا حطيت معلقة كده صغيرة وقلبتهم كويس، وهضيف عليهم معلقة من مية الورد، معلقة كبيرة، وهحاول كده اقلبهم الاول مع بعض. تمام، وهضيف عليها معلقة ممسوحة من القهوة. طبعا الماسكين دول تقدري تعمليهم مرة واحدة، لان ده يعتبر سكراب بيشيل الجلد الميت وتنظيف البشرة بعمق، كمان بينظف البشرة قوي، فده كمجرد سكراب او مؤشر حلو جدا للبشرة عشان تقدري ان انت تقشري البشرة كده وتكون البشرة جاهزة للماسك التاني اللي احنا عاملينه. هنا هحاول ادخل القهوة في كل المكونات، وده مهم جدا. بصوا بقى عامل ازاي، شبه الرمل كده اهو. تمام، وهبدأ اضيف عليها معلقة صغيرة من الزبادي عشان يرطب البشرة بعمق، وكمان يخلي البشرة فيها نعومة ونضارة وترطيب. هحاول بقى اقلبهم هنا لحد ما اخلي الوصفة كده بقت معايا كريمة يعني. تمام اهو، بصوا قوامها، بصوا جمالها، بصوا شايفين شكلها اصلا. بصوا ده سكراب كده، ببدأ اعمل حركات دائرية اقشر الجلد الميت زي ما انتوا شايفين، بتقشري الجلد الميت تماما، وبتبدأي تعملي حركات دائرية لمدة 5 دقايق بس بالشكل ده اهو، وبعد كده بتشطفي بشرتك. ده كمجرد مؤشر او سكراب بعمل بيه حركات دائرية لمدة 5 دقايق بس، وبعد كده بغسل وشي كويس جدا من السكراب بتاعنا ده اهو. ده السكراب. تمام، نبدأ بقى نعمل الماسك. الماسك بقى زي القمر، بصوا تحفة، شايفين شكله؟ بصوا بتفرديه على كامل البشرة، بصوا القوام بتاعه يا بنات، تقيل كده ومتماسك، شكله حلو قوي، وكمان ريحته على فكرة حلوة جدا، ما تقلقيش خالص، ما فيش اي ريحة بيض. بفرده على كامل البشرة وبسيبها تنشف لمدة نص ساعة، واهم حاجة انها تنشف خالص، كل ما تنشف كل ما نتيجتها هتبقى احسن معاكي. تنشف بشرتك تتشربها، وكمان بشرتك تبدأ تاخد الفوائد بتاعة الماسك، وبعد كده بتبدأي تفركي الماسك بتاعك، تنزلي كل الجلد الميت والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وتنظيف البشره بعمق. جربوا الماسك ده وقولوا لي ايه رايكم، بعد ما تجربوه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لك مني اول باول.